دينا كيفاش نربطو نديرو لي طاشي ديال فرو دو باسيون وفاكهة العاطفة كما يصطنع عليها بالعربية. هذه اللي احنا ما كنعرفوش القيمة الغذائية ديالها، فهي في الصباح يلا بدات كتفتح في هاد الوردة ديالها، في الليل كتغلق، في الصباح كتفتح. دابا يلا الصباح الباكر يلا بدات كتفتح الان، هادي كتفتح الان، هادي مازال شويه مغلوقه، هادي بدات تفتح. دونك الصباح وزقزقت العصافير، تبارك الله باذن الله تعالى نبتة مميزة. فاكهة العاطفة هي الطريقة ديالها كيفاش تتنبت. حنا بإذن الله نحاولو نعطي واحد الشرح مبسط. كما قلنا هنا كاين هاد العود ديال الخشب، من الدور الأول تتشد فيه تطلع الجذور، الدور الثاني لأنها كتطلق هاد الجديرات ديولها اللي هما كيمشيو بحال هذا هي الجذر، جذر اخر ها هو هنا تيتشابك يتشكل بحال اللوايه كيف ما كيتصالح عليها بالعربيه او بالدارجه المغربيه، لان كتبقى تزيد في طوال بزاف، كتبقى تمشي في جميع الاتجاهات. نعم في لوي دو باسيون ولا باسي فلوران كيف ما يصطالح عليها باللاتينيه والعربية، فاكهة العاطفة كيف ما تشاهدوا هاد الجزيرة ديال فاكهة العاطفة. هما دونك هذه الطريقة اللي هاد النبتة اللي كتشوفو راه على بعد ديال كيف ما تشاهدوا في هاد الاتجاه، هو من هاد العود تال هذا دونك كاين واحد متر ونصف، و كيف ما تشاهدوا من هذا لهذا هذا كاين واحد جوج ديال المتر، وهنا كاين واحد متر اخر او متر 20 سنتيمتر. دونك تشوفوا الطول ديالها واحد ونص على جوج، هي خمس على ثلاثة ونص اربعة ونص تقريبا خمسة متر، خمسة متر. ومازال كون غير تصاوبت مزيان، لانه هادو مازال ما كاينش فين يشدو، كون تصاوبهم هادي غير بداية ان شاء الله في قادم الفيديوهات وقادم النبتات غادي نصاوبو لهاد الطريقة الصحيحة تجي بشكل افقي وطويل. فهذا غير شجرة واحدة كيف ما تتشاهدو الجذع ديالها، ها هي خلات لينا هاد دونك، فهي في المحصول ديالها نبتة واحدة الى قات العناية، بقات ظروف مناخيه جيده غادي تنتج لينا بشكل كبير. وها هي مازال غير البدايه، حيت لان هي كتشي على مراحل، ما كيكونش داك الشيء في فتره معينه محدده. مثلا هادو من الاولين، ها هما هادو تقريبا 15 يوم حتى 20 يوم حتى 30 يوم غادي ينضجوا. هادو غينتجو هادوك اللي غيبداو هادو، حيت هي كدير على مراحل متسلسله. هادو كذلك باقي لهم واحد 45 يوم ولا 50 يوم باش ينتجو. هادو هما باذن الله ما بقى لهم والو ينتجو، لان هذه هي اللي كانت في الاول، عاود زادوا هاد اللي صغار من بعد ب 20 يوم حتى 30 يوم كيف ما تشاهدوا. هذه اللي دابا غتكون واحد 60 يوم باش دارت هاد الحبة، دين 60 يوم ويلاه بدات كتفتح حبة أخرى، ومازال كيخرجوا من هاد النبيتات صغار. وهاد الحبات اللي هما صغار كيف ما تتشاهدوا معنا الآن، هادي مازال صغيرة
يعني غدا تكون هذه فوت عليها الفرق ديالهم بواحد 15 يوم ولا 20 يوم. دن هذا كل ما يخص نبتة فاكهة العاطفة ولا فرو دو باسيون لا باسي فلورا. ان شاء الله غادي نحاولوا في فيديوهات قادمة ان شاء الله نعطيكم الجديد والجديد لهذه النبتة اللي مازال ما معروفاش عندنا هنا بالمغرب بشكل كبير. يلا كاين بعض النقاط اللي تعرفوا هاد الفاكهة. فالفاكهة كتواجد بكثرة، الأصل ديالها هي أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وبعض الدول ديال كندا وأوروبا، وفي المنطقة العربية كتواجد في مصر العربية، جمهورية مصر العربية، ودخلات المغرب. والان هنا ماشي مده كثيره باش دخلت المغرب، ما نقدر نقولوا ملي تواجد عندي انا هنا حوالي واحد 4 سنوات ولا 5 سنوات باش هي عندي هنا في هاد جاردان بوتاجي ديال تعاونيه فلاحيه اللي كتواجد ب قصبه اير جهه مراكش اسفي. والحمد لله على كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.